شهر رمضان الفضيل له مكانة متميزة بالعالم العربي والإسلامي. في المغرب أجواء خاصة، حيث تتجلى المكانة الكبيرة لهذا الشهر في نفوس المغاربة. ما هي إلا ساعات قليلة تفصل سكان مدينة أصيلة عن الإفطار، استعدادات لتبضع المواد الغذائية لإعداد مائدة الإفطار التي ينفرد بها المغاربة عن باقي الدول. رمضان في أصيلة كيدوز، يا سلام. وكنتمنى من بعض الأشخاص ما يعملوش الشغب، ورمضان كيدوز مزيان. وكنتمنى الله يدوموا على المغاربة بالصحة والعافية، ولا مريض الله يشافيه، واللي خصو يشوف شي واحد غريب الله يلاقيه به. ورمضان المبارك سعيد على المغاربة كاملين. أجواء رمضان بنادم كيبقى يتشاهى بزاف، كنا اللي كيتأخر وما كياكلش، بنادم مع الشهوة ديالو. رمضان الأجواء ديالو الحمد لله مزيانة، كتشوف الدنيا عامرة وبنادم كيدور، كلشي كيخرج دابا. الشهر الفضيل هو مناسبة لإعداد أشهى أنواع الأطعمة، ويتجلى حضور الحلوى الرمضانية المعروفة بالشباكية والفطائر المحلات والسفوف بشكل كبير في موائد الإفطار، نظرا لمكملاتهم الغذائية، إضافة إلى تنوع الخضر والفواكه والأسماك وباقي الأطعمة. الحوت غالي بزاف، انت عارف دابا من عند المسؤولين الحوت دابا انت كتشري، كنتي كتشري صندوق ب 25000 فرانك، رجعت دابا ميجار رمضان ولا 47000 فرانك، فهمتيني؟ كلشي كيغلى، ماشي غير الحوت، فروته وزين فروته كتكون دايره 7 دراهم 6 دراهم، كيجي رمضان كتولي 12 دراهم، بزاف هادشي ولا؟ دوز مزيانه، علاش مرتاحه مضخمه على اللي كيبغي يعصب راسو، فهمتي؟ كل واحد كيفاش كيدوزها، كاين اللي كيدوزها مرتاح، كاين اللي كيدوزها بلبل، بارك الله وسهلا، فهمتي؟ يعني بركه كتحضر. فضائل انسى كتشوف اغلبيه الناس كتصبح ناعس، انايا ما كيفيقوش بشرى الراوش كيكون هو هذاك في رمضان، كيكون البركه حاضره الحمد لله، ما الله ماشي قضيه مزيانه، الامور مزيانه. مزيانه الحمد لله، بنادم كيتشهى والدراري كياخذوا بزاف، حيت الشباب ماشي بحال اللي في دارهم اولا يجي يلقى الوالده ديالو مطيبه له اولا مو اولا مثلا اختو ولا دار العائله. الدراري اللي كيكونوا ساكنين بوحدهم ولا مثلا الموظفين كيخرجوا معطلين اولا، المهم ديال شهاوي المملحات اللي كديروا في الدار كديرهم في الزنقه. براني بزاف كيكون هنايا براني وعايش بوحدو، ضروري غادي يجي ياخذ من عندك. كيتشهى هذا الشيء حيت ما كاينش الدار والاجواء ديال الدار اللي عياكل فيها، يعني باش حتى هو كنوفروا له داك الاجواء ديال رمضان، كاع داك الشيء اللي عيوجدوا لهم ديورهم كنوجدوا له حتى انا. اول حاجه ازايلا كنقول كنفضل احسن مدينه كيدوز فيها رمضان في المغرب، حيت كتمتاز بواحد الناس طيبين والناس ديالها مزيانين، فهمتيني؟ كتخلي اجواء فيها اجواء ممتعه في رمضان، كتحس برمضان باللي نتينا كاين رمضان بصح، واجواء في ازايلا والو فهمت شحال اللي كاين. تحيه للناس ازايلا كاملين، الداي ديالنا كاملين، تحيه لهم والناس طنجة ومغرب كامل، هادشي اللي كاين. رمضان مزيان والاجواء كتكون مزيانه، كنتمناو من العالي القادر ما يحدث شي مشاكل، ما تنوضش المشاكل، كيدوز شهر رمضان زوين بحال اللي انت في مايوركا اخاي.
بالنسبه للاجواء الرمضانيه اللي كتدوز في المدينه، يعني اجواء عاديه كما باقي الاعوام الماضيه. نبغي نقول لجميع متتبعين هذا الموقع رمضان مبارك كريم، الله يدخل عليكم بالصحه والعافيه. بين هذه الأجواء المختلطة يظل لهذا الشهر مكانة كبيرة عند المسلمين. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.